الحمد لله على سلامتكم بالعافية إن شاء الله. بعد خمسة أيام من احتجازهم داخل سجن الصناعة بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحرير عدد من الأسرى الذين كان تنظيم داعش الإرهابي يتخذهم كرهائن ودروعا بشرية. قسد وفي بيان لها أعلنت تحريرها الثلاثاء ستة من موظفي السجن ممن كان تنظيم داعش الإرهابي يحتجزهم داخل السجن، وذلك خلال عملية أمنية وعسكرية دقيقة ليرتفع بذلك عدد الأسرى المحررين إلى 23. في السياق وضمن عمليات البحث عن فارين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سجن الصناعة، نفذت قوات مكافحة الإرهاب عمليات تمشيط ضمن حي الزهور جنوبي الحسكة والقريبة من السجن، كما بدأت بحملات تمشيط متزامنة في حي غويران حيث يتوارى عدد من الفارين هناك. وشهد الحيان القريبان من السجن عمليات قتل للمدنيين واتخاذهم دروعا بشرية من قبل عناصر خلايا تنظيم داعش الإرهابي بعد اقتحامهم لسجن الصناعة، فيما فتحت قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا طرقا آمنة للمدنيين للخروج من الحيين إلى الأحياء الأكثر أمنا. وكان أكثر من 600 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي قد سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية بعد حملات التمشيط التي نفذتها قسد في المنطقة.